شوف، أول حاجة يلزم نذكره بأنه مسألة اختيار رئيس الحكومة أصبحت عملية صعبة بعد الثورة، خصوصا أنها بدأت وكأنها معادلة متعددة المجاهيل، بمعنى أطراف كثيرة معنية بأمر تعيين رئيس الحكومة ويجب أن تكون راضية في مجملها، وآلية التعيين أصبحت آلية معقدة، واقتراح الأسماء أصبح في الغالب عملية شديدة الإحراج وشديدة الصعوبة. لهالدرجة يعني إحراج وصعوبة؟ تجد أنه العديد من الشخصيات الكفوءة والجيدة والممتازة تطرح على طاولة النقاش، فتجد أنه هذا الطرف أو ذاك من الأحزاب، يعني من الأحزاب وحتى من داخل الحزب نفسه. يعني نحن في حركة نداء تونس في الحقيقة اللي تتحمل المسؤولية في اتخاذ مثل هذا القرار هي الهيئة التأسيسية، والهيئة التأسيسية هي هيئة مؤقتة، هي مجموعة الشخصيات التي قامت بإيداع مطلب ترخيص الحزب، طلب رخصة للحزب من وزارة الداخلية، وفي حجم حزب مثل نداء تونس اللي أصبح معناها عدد أعضاءه أكثر من 100,000 عضو ويملك الكتلة البرلمانية الأكبر اللي هي تتكون من 86، في الحقيقة اقتصر الأمر على الهيئة التأسيسية فيما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة، ووقع مجرد إعلام بعض ممثلي الكتلة البارحة بعد الظهر. نحن يعني كنا بعد اجتماع الحمامات. أي نعم، بعد اجتماع الحمامات. ولهذا فإنه المسؤولية السياسية تقع كاملة على الهيئة التأسيسية، وحتى ما نقولوش كلام خشبي، هذا التعيين في الحقيقة لا أعتقد أنه يحظى بقبول عام أو بإجماع لدى أعضاء كتلة حركة نداء تونس، ناهيك عن قيادات الحركة الممثلة في المكتب التنفيذي ولا في المجلس الوطني إلى غير ذلك. لو سألتني أنا على التقدير، لو طلب مني النصح أو المشورة أو التقدير بعد البورتري متاع سي حبيب سيد، كنت باش نسأل يعني بميزي الساعة قبل كل شيء. نرحبوا بضيفنا سي أحمد الصديق. مرحبا سيدة. مرحبا بك. مهلا بك سيدة. نائب مجلس نواب الشعب عنا الجبهة الشعبية. مرحبا بك سيدة. أنا اللي سمعته من سي الباجي في آخر اجتماع قال فيه بالحرف أنه هو صحيح احنا ما شاركناش في الثورة ولكننا نؤمن بها، وهي حدث مهم يجب أن ينعكس على طبيعة النظام السياسي القائم وعلى طريقة تدبير الشأن العام أو التصرف في الشأن العام إلى غير ذلك. يعني التصرف في أمر تعيين رئيس الحكومة، وأنا في الحقيقة سي الحبيب الصيدر وما عندي ما حتى قضية شخصية ونكن له كل الاحترام والتقدير وما سمعت عليه كل خير، لكن الأمر يتجاوز الأشخاص إلى المعايير والمبادئ والمنطلقات. أنا في رأيي أن هناك ثورة وقعت، وهذه الثورة هي التي كانت وراء هذا النظام السياسي الذي الديمقراطي الناشئ الذي ناضلت من أجله أجيال من التونسيين من داخل النظام ومن خارجه، ما في ذلك شك. إذا زدتهم التحديات الكبرى المطروحة على تونس، إذا زدتهم الوعود الانتخابية التي أجزلت للمواطنين سواء في الانتخابات التشريعية ولا الانتخابات الرئاسية، إذا زدتهم أهمية تجديد الطبقة السياسية وإرسال رسائل طمأنة إلى الجهات التي انتخبت سي الباجي قائد السبسي والتي لم تنتخبه، واللي وضعت في لحظة من لحظات مسألة الوحدة الوطنية قاب قوسين أو أدنى في خطر. احنا عندنا في الشمال الغربي جهات محرومة، عندنا جهات اندلعت فيها شرارة الثورة، عندنا جنوب لم يصوت لحركة نداء تونس، عندنا اعتبارات كثيرة كان يجب مراعاتها، وهواجس كان يجب تبديدها، ومخاوف كان يجب تبديدها. ثم ثلاثة مخاوف في الحقيقة نحن واجهناها في الحملة الانتخابية: الخوف من أنه نحن باش نتغولوا، الخوف من أنه نحن باش نرجعوا منظومة الاستبداد أو المنظومة السابقة، الخوف من أنه نحن مانيش باش نمشيوا في مسار العدالة السياسية، لأنه العدالة السياسية مدخل إلى العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
كنا نفضل أنا وبعض الزملاء في الكتلة وبعض الزملاء في القيادة الحزبية كنا نفضل أن عملية التعيين تعطي رسالة طمأنة تقطع مع الهواجس والمخاوف، تزيل الذرائع والمبررات التي قدمها البعض في مواجهتنا، وتؤكد على أنه على ما قاله الأستاذ الباجي قائد سمسي نفسه، قال الشباب والمرأة، وأكد على تجديد الطبقة السياسية. واضح سي خالد. في نهاية الأمر، في نهاية الأمر أنا في رأيي هذا القرار لم يكن في مستوى انتظارات الأمة التونسية من حركة نداء تونس، خصوصا وأني نعتبر أنه نجاح حركة نداء تونس بكل صراحة هو أهم بكثير من نجاح أي طرف آخر. ونحن كنا حريصين على أنه لو كان الاختيار وقع على شاب كفاءة من داخل نداء تونس أو من خارجها، وهناك الكثير من الكفاءات داخل نداء تونس تمتلك القدرة على تحقيق الوفاق الوطني وتعطي صورة إيجابية في اتجاه الأوساط الحقوقية والديمقراطية وأوساط المجتمع المدني، وتحقق أيضا جزء لا بأس به من برنامج الاقتصادي والاجتماعي لنداء تونس. نحن لا نعتقد بكل وضوح وبكل صراحة، لا نعتقد أن الشخصية اللي وقع عليها الاختيار هي شخصية ستحظى برضاء كبير داخليا وخارجيا. كنا نتمنى أن نقلد، ونحن ديمقراطية ناشئة، الديمقراطيات العريقة اللي في بريطانيا معناها أعطت المسؤولية السياسية لشاب عمره 44 عام، وفي إيطاليا أعطت المسؤولية ل 39 عام، وفي العديد من الديمقراطيات مكنت الزعيم الحبيب بورقيبة بمن قاد الدولة الوطنية وبمن أسس الدولة الوطنية، أسسها بشباب في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الأربعينات، منحهم الثقة وأعطاهم فرصة للزعامة. ونحن نهيب ونقدر بأن سيلباجي هو وريث هذه البورقيبية، ويفترض أنه ملقاة مسؤولية كبيرة على عاتقه في تحقيق هذا الأمر. خلينا نشوفوا مالا بورتري متاع صاحبي بسيد ونرجع معكم مباشرة، تفضلوا.